شتي هادشي هذا اللي دايرين هنا راه ماشي معقول، راه خصهم يتحلوا لي زوبيتو، جابوا حتى الاخر يتحلوا كاع السبيطارات باش يكون شويه الجرعه الثالثه هنا والجرعه الاولى والثانيه هنا. هادشي هذا مخربق، هادشي هذا شنو هي دابا؟ انتم شنو هاد الحاله هادي؟ الناس جالسه هنايا من السبعه ديال السته الصباح لخمسه الصباح وباقي كما اي هاد الجلبه اللي غادي نجلب انا كي دايره؟ غاد الشمس قتلتني ونجي نجلب تسير باش ما كاين لا تسير لا يديك لا يخليك حشومه. هادشي والله الا عيب وعار، يحلوا السبيطارات اصاحبي، ماشي غير هاد البلاصه السلا كلها جايه لهنايا، السبيطارات يتحلوا باش يجلبوا الناس كلشي. هادشي هذا تسمى تفرج اصاحبي، راه حشومه عار وعيب والله العظيم. العيده من دور العيده من عامر جاي هنا باش ندير الثالثه، علاش ما يديروا الثالثه تما؟ هادشي كيبان لي انا مريض عندي السكر. شوف شو رجليا صباع رجليا مقطوع اذا فوق رجلي كيتنمل هكا، انا قلت من ديال العشيره غادي نموت. قالوا نديرو حنا الجلبه ونشوف حالنا، مابقاش واقفين لا قالوا ننسى هذا الواقع النهار كله ومريض فيه السكر وبالجوع كاينه الحاله ديالو لا ما لا والو لا والشمس ونسال انا دابا واقف رجلي كيتنمل عليا من العشيه ما عرفتش غيكون. الملاحظ في العمليه ديال التلقيح ان صار بكل صدق ان المغرب الحمد لله استطاع انه يحصل على واحد العينات كبيره من التلقيح اللي ما حصلش في بعض الدول، وبان السلطات الصحيه وفي المغرب سهلات العمليه ديال الولوج للتلقيح الاول والثاني والثالث. ولكن الملاحظ اليوم هو ان بعد الاجراء اللي اتخذته الحكومه لجواز التلقيح اليوم الخميس اصبح التوافد على مراكز التلقيح بكثره، ونعلم بان السلطات الصحيه كانت قد علمت من قبل ان مراكز التلقيح مفتوحه من قبل، واليوم بعد ما شدد الخناق الحكومه اصبحنا نشوفوا التجمهر الكبير اللي هو الذي يخصب. كان المفروض ثقافيا ان كل واحد يمشي بطبي خاطري ويدير الزرقه الاولى والثانيه، بعد ما كانوا بعض الناس يترددون في ان التلقيح الثالث هو غير صالح. اظن ان كاين لجنه علميه كبيره، هذه اللجنه العلميه فيها اطباء فيها علماء فيها رساد فيها اطباء ديال التلقيح، اليوم في الواقع بادروا واليوم عطاونا الاشاره ان التلقيح الثالث هو ما فيها غير ودار. انا تنتمنى من الوسائل المواطنين كلشي يمشي للتلقيح الثالث، وحنا ان شاء الله وصلنا المناعه الجماعيه اللي تاهل البلاد ان شاء الله نكونوا في صحه ونعودوا لحياتنا الطبيعيه. صافي كنت فاهمه هادشي شحال هادي ماشي عاد دابا، تا خلينا نهضروا على هادشي هذا خصو يكون زيروهم عاد نوضوا يهضروا وما يديروا هادشي، هادشي خصو يكون قبل. لا ما كانش كيتفرضوا عليهم الحكومه، فرضت عليهم بان خصهم يلقحوا جاو يلقحوا. جينا نديروا التلقيح اليوم ما كناش دايرين اللي اهميه، ولكن اليوم ملي تزير وقال لك غيحبسوا ودوزوا في التلفازه قال لك المهم جينا نديروا اخي، وحنا راه منا من عباد الله وقعتنا شي حاجه، راه حنا كاملين وقعتنا والو راه حنا كاملين. شنصح بنادم يجي يدير التلقيح اخي من الاحسن، حيت من هنا لقدام ولا خدامين بعباد الله.